السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامج توضيح، واليوم فيه توضيح جديد حول ما يسمى بالمشروع السحري أو الميراكل مينرال سوليوشن، وعلى نوعين MMS1 والMMS2. وهذه المحاليل هي محاليل كيماوية مستحدثة حديثة، يعني هذا المحلول لا يوجد في الطبيعة، وهو محلول الكلور. يعني هذه محاليل تعتمد على الكلور واملاح الكلور كلها، يعني بما في ذلك ملح الطعام. ملح الطعام هو يعني الصوديوم كلورايد، هو يعني مكون فيه كلور وصوديوم. هذه كل مكونات الكلور هي يعني نتحفظ منها من الناحيه الكيماويه، عندها خصائص كيماويه يعني معروفه لدى الناس الذين يعملون في الكيمياء في المختبر. يعني مكونات الكلور كلها معروفه لدينا يعني. فهذا المشكل الان هو لا نعرف كيف نوصل المعلومة للناس، لأن هذه تتطلب شيء من الكيمياء، علم الكيمياء. يجب أن يكون الناس على دراية على الأقل يعني العناصر الكيماوية هذه. ولكي نقرب المعنى فقط، يعني لا ندخل في دروس جامعية، ولكن لكي نقرب يعني المشاهد من المعنى، هذه MMS1 والMMS2، هذا يعني هذا المشروب السحري، هو من نفس فصيلة المطهرات التي تستعمل في المنزل، يعني ماء جافيل، ما نسميه ماء جافيل، هذه الكلوراين التي تستعمل في يعني في الملابس، يعني يعني في التصبين، لما يعني في تبييض الملابس، ثم تستعمل في تنظيف الحمام في المنزل والمنزل كله، تنظيف مثلا المسابح، تنظيف نستعملها كذلك في لتطهير يعني هذه طاولات العمل في المختبر. نحن في المختبر نعمل يعني نطهر هذه وبالقفازات، وليس هكذا، بالقفازات. يعني يجب على النساء ان يحضرن يعني ان يلمسن هذا يعني هذا المحلول، لان محلول خطير، ويعني كيحسوا بان كيحسوا بيديهم ملسين ملي كي يلمسوا هذا ماء جافيل. نسميه يعني ماء جافيل هكذا، لودو جافيل بالفرنسيه. فهذا هي من نفس الصنف، ليس هو نفسه ولكن من نفس الصنف، هي املاح الكلور او مكونات الكلور. هي طبعا لان الكلور كيكون غير ثابت وكيتبخر بسرعه، يعني هو يعني يتحلل بسرعه، ثم لابد ما نستنشق الكلور، يعني لابد الانسان يستنشق الكلور هذا. ويعني هذه المكون الام ام اس 1 هو كلوريت صوديوم ان اي سي ال او 2، يعني هذه هي الكلوريت. وكاين الهايبوكلوريت صوديوم ان اي سي ال او، اللي هي ماء جافي، اللي هي يعني البليتشين، هذه اللي هي الكلوراين اللي نستعملها العاديه التي تباع في يعني كمطهر عادي، ولا يمكن للناس ان يشربوا هذه الاشياء. ثم نضيف شيء قليل في الماء كي نستعملها في غسيل الثياب او في غسل الثياب او في تنظيف الحمام او اشياء هكذا. يعني نضيف شيء قليل، يعني ملعقه ماء جافيل مع يعني 10 لترات من الماء، لانها قويه جدا، لا يمكن ان نستعملها يعني خالصه، لان لتر من ماء جافيل ربما يعني يستعمل لمده شهر في المنزل لتطهير هذه المرافق يعني داخل المنزل، او حتى في التصبين. يعني فيعني هذه المكونات هي من نفس الفرق ما بين الام ام اس 1 هو كلوريت الصوديوم، والام ام اس 2 هي هايبوكلوريت الكالسيوم، لان الكلور مع الكالسيوم، هنا كلور مع الصوديوم. قوة الكلور مع الكالسيوم ليست هي قوة الكلور مع الصوديوم طبعا، لان سمومية الكلور مع الصوديوم اكثر من سمومية الكلور مع الكالسيوم. فهذه الاشياء اصبحت تشرب، واصبحت يعني تثار حولها إشاعات قوية، ويعني ولكنها عليا من الناحية القانونية في الدول الأوروبية والأمريكية، فالدول هذه تمنع استعمال هذه الأشياء في العلاجات. هذه لا نتكلم عن هذه الأشياء، فهي تبقى استعمالات شعبية شخصية، استعمالات شعبية شخصية، استعمالات خارج العلوم، استعمالات خارج الاعتماد، لا يمكن أن نعتمدها لأشياء في العلاج. هذا هو التوضيح، هي ليست أشياء معتمدة، وليس هناك بحث علمي، وليس هناك نتائج علمية، بل هناك شهادات أشخاص تناولوها فقط. يعني هذا هو الأشياء التي يعتمد عليها. إذا دخلتم الشبكة العنكبوتية ستجدون أنها يعتمدون، هذا الأشخاص الذين يريدون أن ينشروا هذه الأشياء يعتمدون على استقراءات لأشخاص أو شهادات أشخاص فقط، شهادات أشخاص الذين استعملوا وأنهم عولجوا وأنهم شوفوا تماما من بعض الأمراض إلى آخره. فالذي نريد أن نوضحه بأن هذه الأشياء يجب أن يعلم الناس بأنها استعمالات شخصية، وأنها استعمالات خارج الإطار الطبي، وأنها استعمالات خارج الاعتماد. لأن هناك استعمالات خارج الإطار الطبي ولكن عندها اعتماد، مثلا
الطب الصيني، الطب الهندي، الطب الطبيعي، اشياء هكذا يعني في الناتيروباتي ولا في هذه اشياء يعني ممكن ان تكون معتمده بدون ان تكون يعني في كليات الطب، ولكن هذه اشياء ليست معتمده وليست يعني داخل الميدان الطبي، هي استعمالات خارج الميدان الطبي، معنى استعمالات شخصيه، استعمالات شعبيه يتبقى بنفس المستوى الذي تستعمل به الاعشاب وتستعمل به بعض الاشياء التي تعالج الناس. يجب ان لا ينزلق الناس يعني حول هذه الاشاعات فقط، ويجب ان يكونوا حذرين وان يكونوا اذكياء كذلك، لان لا يمكن شيء يعالج الايدز السيدة في العالم وان يعني لا يستعمل هكذا رسميا، لان السيدة مرض لا علاج له، فلماذا لا يعتمدون هذه الاشياء في جميع الدول ان كان صحيح؟ لذلك نحن نوضح هذه الاشياء، يجب ان لا، لان ستكون اشاعات وستكون اغراءات حول كثير من الاشياء ويوميا وخمسين مره في اليوم، ونحن يعني سنوضح بقدر الامكان، وما نريد ان نوضح للناس هو ان لا ينزلقوا وراء هذه الاشياء، نوضح بان هذا الشيء لا معتمد وهذا الشيء لا يسمح به في الميدان الطبي رسميا. في جميع الدول لا يسمح به رسميا في الميدان الطبي، استعمالات طبية لا غير مسموح بها، ممنوعة تمام، فتبقى استعمالات شخصية بمعنى أن شخص يبيع شيء يعالج الناس هكذا، تبقى استعمالات شخصية يتحمل صاحبها المسؤولية، وتبقى استعمالات خارج الاعتماد العلمي وخارج المنهج العلمي وخارج البحث العلمي. نحن في البحث العلمي ليس لدينا شيء عن هذه المحاليل بأنها تعالج أو بأنها تعمل شيء في الجسم، عندنا يعني حمض الكلوريك يعني هذا ال HClO ماشي الكلوريدريك ماشي ال HCl، حمض الكلوريك او الهيبوكلوريك اسيد هذا داخل الجسم HClO2 لا HClO، هو بعض الخلايا تنتج هذا المنتوج داخل الجسم، ولكن اذا شربنا هيبوكلوريت هذا لا يعني على انها ستعطي هذا الحمض داخل الخلايا، هذا هو التوضيح الاكاديمي العلمي يعني المختبري، يعني لا شيء يضمن أن شرب هذا المحلول هو سيعطي هذا الحمض داخل الخلايا كي تقضي على هذه الأمراض. هذا هو التوضيح الذي نريد أن نوصله للناس إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.